بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قراءات اليوم 21 من شهر بابا. تذكار السيدة العذراء مريم والدة الإله، نياحة يوئيل النبي، نياحة القديس فريج الشهير بالأنباروئيس. تقرأ فصول اليوم 8 من شهر توت، وهي مرتبة على نياحة موسى النبي. إنجيل عشية. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته. من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. لم يترك إنسانا يظلمهم وبكت ملوكا من أجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. هل لي الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. وفيما هو يتكلم سأله فريسي أن يأكلا عنده فدخلا واتكا. وأما الفريسي لما رأى تعجب أنه لم يغتسل أولا قبل الأكل، فقال له الرب أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والصحفة، وأما داخلكم فمملوء اختطافا وخبثا. أيها الجهال، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ بل أعطوا ما عندكم صدقة، وها كل شيء يتطهر لكم. ولكن ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تعشرون النعناع والسذاب وكل بقل، وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله، وكان يجب أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك الأخر.
ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون فإنكم مثل القبور التي ليست ظاهرة والناس عليها ماشون ولا يعلمون فأجاب واحد من الناموسيين وقال له يا أيها المعلم عندما تقول هذا تشتمنا نحن أيضا أما هو فقال وأنتم أيضا أيها الناموسيون ويل لكم لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم ويل لكم فإنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم فأنتم إذن تشهدون وتسرون بأعمال آبائكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم ومن أجل هذا أيضا قالت حكمة الله إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردونهم كيما ينتقموا من هذا الجيل لدم جميع الأنبياء المسفوك منذ إنشاء العالم من دم هابيل إلى دم زكريا بن براشيا الذي أهلك بين المذبح والبيت نعم إني أقول لكم إنه سيطلب من هذا الجيل والمجد لله إنجيل باكر قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع عنا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره جعل فيهما أقوال آياته وعجائبه كي يحفظوا حقوقه ويطلبوا ناموسا هل لي الآن
نأتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وأصعدهم على جبل عال منفردين وحدهم وتجلى قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وابيض ثيابه كالنور وإذا موسى وإيليا قد ظهرا له يخاطبانه فأجاب بطرس وقال ليسوع يا رب إنه حسن لنا أن نكونا هاهنا أتشاء أن نصنعا هنا ثلاث مظال واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا فبينما هو يتكلم إذا سحابة نيرة قد ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي سرت به نفسي فأطيعوا فلما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا فجاء إليهم يسوع ولمسهم وقال لهم قوموا ولا تخافوا فرفعوا عيونهم فلم يروا أحدا إلا يسوع وحدا وفيما هم منحدرين من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا أحدا بالرؤية إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات والمجد لله دائما. البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا آمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من بين الأموات فمن أجل هذا أخذه بمثال بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق يعقوب وعيسو بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه ثلاثة أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخافا من أمر الملك
بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده أنه غنى عظيم أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت لغير المنظور مثل واحد منظور. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا، آمين. الكاثوليكون، فصل من الرسالة الثانية من معلمنا القديس بطرس الرسول، بركته علينا آمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء: هذا الذي هو نعم ما تصنعونه إذا تأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب، مثل ما يكون فيكم معلمون كذبون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك، والسيد الذي اشتراهم يجحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم، ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل، وهلاكهم لا ينعس. فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، لكن أسلمهم في وثاق الظلمة والزمهرير ليحفظوا للدينونة، معذبين، والعالم الأول لم يشفق عليه، لكن نوح الثامن المنادي بالبر حفظه وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق. والمدن الأخر سادوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف، وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون. والصديق لوط خلصه من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم، ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم علينا، آمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقسوس وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكية مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برساباس، وسيلاس، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقسوس والإخوة الذين في أنطاكية وكيليكية والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا، لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها، فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد، واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبينا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى، ونحن أيضا، أن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر،
غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين. إنجيل القداس. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته. من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا. أمين. موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمه. باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فأنتم لا تدخلون ولا تدعون الآتين أن يدخلوا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتصنعوا دخيلا واحدا، وإذا كان فتصيرونه ابنا لجهنم مضاعفا عليكم. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون: من يحلف بالهيكل فليس بشيء، ومن يحلف بذهب الهيكل كان عليه. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن يحلف بالمذبح فليس بشيء، ومن يحلف بالقربان الذي فوقه كان عليه. يا
أيها الجهال والعميان أيما أعظم القربان أم المذبح الذي يقدس القربان فمن يحلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما فوقه ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه ومن يحلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تعشرون النعناع والشبث والكمون وتركتم عنكم أثقل الناموس الحكمة والرحمة والإيمان وكان يجب أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمال ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم تنظفون خارج الكأس والصحفة وداخلهما مملوء اختطافا ونجاسا أيها الفريسي الأعمى طهر أولا داخل الكأس والطاس لكي يتطهر خارجهما الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تشبهون قبورا تبدو مبيضة خارجها يظهر حسنا وداخلها مملوء عظام أموات وكل نجاسة هكذا أنتم أيضا تبدو ظواهركم للناس مثل الصديقين وبواطنكم ممتلئة رياء وكل إثم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لم نكن شركاءهم في دم الأنبياء فتشهدون إذن على نفوسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء وأكملتم أنتم أيضا مكيال آبائكم أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم من أجل هذا ها أنا ذا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فتقتلون منهم وتصلبون وتجلدون منهم في مجامعكم وتطردونهم من مدينة إلى مدينة لكي ما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذباح الحق أقول لكم إن هذه جميعها تأتي على هذا الجيل والمجد لله دائم.
أن